أول شيء الجار وصى فيه رسول الله سبحانه وتعالى، رسول الله وصى فيه، ومن يعني دام رسول الله وصانا لازم ناخذ ما وصانا فيه ونعمل. الجار له حق، إذا أحسنت أحسن لجارك، ولا يبين العرب لين تحسن لجارك ويسألون جارك، وما يسألون إلا الجار والمسجد. وأما القصيدة قلت: وصى رسول ربنا هادي الأمة بسابع جار، وصى رسول ربنا هادي الأمة بسابع جار، وكل ما وصاه ناخذه ونشوف إحساناته، حظ من جيرانه يحبونه ويشهد له الدار، وبغض من طرسمه قالوا ما نبغي شماته، حظ من جيرانه يحبونه ويشهد له الدار، وبغض من طرسمه قالوا ما نبغي شماته، يعد جيرانه اخوانه لو ما يلزمه جدار، واللي اغاب واحد منهم شهق بنصف حياته طيب ومن طيب، عاملهم بطيب وتذكار، ولسانه عود ازرق ما حد يسوي سواته، واما شرهم يضرب خشبته بلا منقار، واما شرهم يضرب خشبته بلا منقار، سجين بيته ما نبغي يرضنا فيها وقعاته، لزمناه كأنه طير عاقبنا وفك وطار، من حياته رخامة ترى مات قبل مماته، ويا صقار لا تزعل من طير مات يا صقار، وخذ طير غيره وصل على طيرك صلاته. سلامتكم. صح لسانك. صح بدنك. انا اقول ما